محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مكان شنيا. السلام عليكم حبيبي السوري، هل ما زلت تعاني من نوبات الحنين وهجمات الشوق المتلاحقة إلى حضن الوطن؟ هل ما زلت تبكي على الأطلال وتندب الأماكن والشوارع؟ حبيبي السوري، يا ترى شفت سيرفيس اتسيا؟ حبيبي السوري، هل ما زلت تأبى الاندماج بالمدن الجديدة أملاً بالعودة إلى الموطن الأصلي؟ هل ما زلت تتابع النايلسات في هولندا وتشرب المتة على نهر الراين وتخرج سيارين وتشوي قدام برج إيفل؟ هل ما زلت تتسوق الملوخية والديربي ومرتديلا سومر في السويد وتعاني لتحصل على كزبرة خضراء في ألمانيا؟ هل ما زلت تفطر فتة وفول فقط وتتعشى شاورما من عند الريان؟ هل ما زلت تفيق كل يوم الصبح وتشرب بن العلبي على أنغام شام اف ام وتتنهد وتقول ايه كنا عايشين وما أحلانا؟ عشرة عمر نحن ولوه؟ حبيبي السوري، هل ما زلت تذكر أيام الحراك بحرقة ويغرف قلبك على شي مظاهرة سلمية تصرف فيها حرية؟ هل ما زلت تكتب اللافتات الاحتجاجية وتلصقها على جدران المنزل وتزين لابتوبك بستيكر الثورة مستمرة؟ بالله هل ما زلت؟ حبيبتي السورية، هل ما زلتي تتبطحين بثوريتك المفرطة وتشرحي أمجادك للصادي والغادي وتحكي قصة معاناتك للأجانب؟ هل تشعرين بأنك إذا توقفتي عن ذلك سيتوقف التمويل؟ هل ما زلتي تسمعي مشروع ليلى وتحلمي بتغيير العالم؟ هل تبكي بحرقة كل يوم على ثورتنا المسلوبة وتقولي ثورة ثورة سلمية ثورة عز وحرية؟ هل؟ لا تزعل حبيبي السوري، لا تبكي حبيبتي السورية، نحن خسرنا الثورة والبلد بس كسبنا كتير شغلات كتير. صحيح نحن خسرنا البلد بس كسبنا كذا بلد، صحيح خسرنا الوطن بس كسبنا حسام جنيد أبو وطن، صحيح فرط النظام وتزعزع كيان الدولة بس صار عنا الدولة الإسلامية بقلب الدولة ومركز الخلافة بتمركز عنا، صحيح انهدت معالم تاريخية بس رجعونا التاريخ والفانتازيا ونجدت أنزور عم يسرح ويمرح على الأطلال ويستوحي من الجولاني والمحيسني ديزاينات دقون ومن داعش أفلام عالمية محلية ما حدا بيشوفها غيره هو والمصور. صحيح نحن خسرنا البلد بس كسبنا كتير، رجعونا التاريخ والفانتازيا حبيبي السوري. لا تزعل حبيبي السوري، صحيح حل الدمار بالعمار والدولار نار والليرة بانهيار بس مكاتب الحوالات والتحويل على قفا مين يشيل، صحيح ما في لا كهرباء ولا مي ولا انترنت بس الصين عم تبعت مولدات وبطاريات راوتر بالكراتين، صحيح كل شي بحقه بس كل شي حقه فيه، صحيح ما معك تدفع حقهم بس موجودين امتى ما صار معك بتدفع، صحيح الشعب فرط حليبه وانقطع نصيبه وعايش من قريبه بس لسه قدراني صيبه، صحيح الصبايا عنست والشباب تكرسحت والولادة تعقدت والناس صيفت بس كترت الأدوية المجربة والبضاعة المهربة والكلاب المدربة وكسبنا عقول مخربة، صحيح البني آدم صار حقه ليرة بس كسبنا ناس غاليين حسن وروحاني وبو علي بوتين، صحيح البيوت تدمرت والشوارع تبهدلت والأراضي تصحرت بس الملاجئ تعمرت والمدارس تشرعت والخيام تصنبعت والناس تفرفدت، صحيح الوقائع انقلبت والسيناريوهات تغيرت والقصص تشوهت بس الدراما كملت، صحيح ضرب شغال والقصف عال والهاون ما بيخطر على بال بس الناس تعودت، صحيح في ناس ما قدرت تطلع وصلن سنين صامدين بس غرقانين بالياسمين وما بتصيبن نوبات الحنين، صحيح الأدمغة هاجرت بس كسبنا هالروس، صحيح المعنويات تدهورت والمخاخ تقلصت والعقول تسكرت والنفسيات تكسرت بس الكاميرات تشغلت والخلفيات تكبرت والشفايف تنفخت والسينما تألقت.
صحيح البنات تأهرمت والنسوان تمرجلت وغليت المكي والمكياج، بس كسبنا عم بضلنا لحاج. صحيح خسرنا بشر بس كسبنا بقر. صحيح الثقافة مرمغت بالحضيض، بس كسبنا ناس بتعوي وناس بتبيض. صحيح خسرنا الشعر بس كسبنا يسر دولي. صحيح اسم يسر دولي ما اجى على القافية، بس لأنه ما حدا بيعرف يقفي غيره. زميلي الثوري، زميلتي الثورية، نحن صحيح خسرنا الثورة بس كسبنا وجوه منورة. صحيح خسرنا الثورة بس كسبنا وسام الحرة. صحيح راحت البلاد بس كسبنا دارين حسن وجود عقاد. صحيح قصف مدنيين بس كسبنا المتباكين وشعراء الحنين. صحيح الواقع بشع وخرائي بس كسبنا له موثقين حلوين، رومانسيين ومخرجين فزين، دايرين بجوائز بين باريس وبرلين. صحيح في ظلم وتعتيم بس الصحفيين منورين، ومقالتي في التعليق الأول يا بني آدمين. صحيح خسرنا جمال سليمان بس كسبنا أنطونيو سليمان. صحيح نحن خسرنا جمال سليمان ولا شو؟ يعني هو لساته معنا ولا علينا؟ ما علينا. صحيح بدكم حرية؟ حانن للحرية حانن، يا شعب بيدوم سآمن. حانن للحرية حانن. صحيح تهجرت الناس وتشردت البشر، وصحيح الشعور بالعجز يغلبني لكني قادر على ممارسة الحنين. صحيح خسرنا المعتدلين بس كسبنا المجاهدين. صحيح في وجوه ما عاد نقدر نشوفها بحياتنا بس يخلق من الشبه 40. صحيح خسرنا المرأة بس كسبنا دورات تمكين المرأة. صحيح خسرنا حقوق الإنسان بس كسبنا منظمات حقوق الإنسان. صحيح خسرنا التلفزيون السوري القديم بس كسبنا التلفزيون العربي الجديد. صحيح خسرنا العمل بس كسبنا ورشات العمل. صحيح الشعب السوري ضيع طريقه بس كسبنا قواد يدلوا على عليقه. صحيح فاتت الدنيا ببعضه وضاعت الطاسة بس كسبنا متفهمنين بيعقدوا ندوات توعية وبيناقشوا بالسياسة. صحيح سوريا بتضعبوطة. صحيح خسرنا كتير بس انكشفوا الناس على حقيقتهم وبينوا الحمير. صحيح بينوا الحمير بس لسه وراهم معجبين وجماهير. صحيح الغني صار فقير بس الفقير صار غني. صحيح كل شي واقف لسه بمحله بس ما وقف التمويل. صحيح تبهدلنا وتشرشحنا ونشحنا ونمسحت فينا الأراضي بس عادي. صحيح صار في ناس عايشة على حسابنا وعم تشحد على قضيتنا بس بيخلصوا بس الحرب تخلص ونحنا نخلص. صحيح خسرنا ثوريين سوريين بس كسبنا متعاطفين ثوريين من بلدان تانين. شافوا الشغلة مربحة دبقوها وركبوها ولساتهم بوشنا متصنبعين. صحيح انفضحنا وانشمسنا وصرنا على كل لسان بس قدرنا نوصل صوتنا للعالم. صحيح وصل صوتنا للعالم بس طلع ما كتير مهم. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد بس كسبنا مشهد الشحات على خلقة شادي حلوة. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد بس كسبنا زورة أسامة أبو زيد للوفد الإيراني. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد سوا بس قدرنا نعرف الفرق بين التميز والتفوق. صحيح خسرنا الثورة والبلد بس كسبنا ناس موهوبين بتحفونا كل يوم فيديوهات مخاطية ولايف ستريم. صحيح خسرنا الوجوه القديمة بس كسبنا وجوه جديدة. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد بس كسبنا كمان كاتبين ومحللين ومستشعرين ومستنبطين ومرفسين ومستغلين ومعتوهين ومجانين ومحزن لكن حزين. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد بس لا انهزمنا ولا انتصرتوا. لك صحيح خسرنا الثورة والبلد بس ربحنا القافلة والكلاب التي تعوي ويسيران معا وبساتين من الأشجار المثمرة التي ترشق بالحجارة. السلام عليكم. لساتك عايش عم تشرب مي والقذيفة لمضيعتك عم بتقول اخطي. لساته عايش برغم الظروف اللي بتخري كتير والعيشة المليانة تعتير. لساتك عايش برغم المؤامرة الكونية والأجندة الطائفية ولك ربطة الخبز يلي صار حق مية. لساتك عايش لساتك عايش. لساتك عايش تحت الحصار بتحاول تركز بك بتفهم شو اللي صار. حكيت وتعبيت حبيت وتربيت شق عمرك حطيته ببيت وهلأ طار البيت. قالوا لك وكل الله وما عليك لك ما تقول بيعزوا عليك بس ما شاء الله حواليك. لساتك عايش معقول
بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مرة شنية 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 هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.